وعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.24% عند مستوى 10473 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 580 مليون. وجاء سهم شركة ثمار التنمية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 9.92% عند 25 ريالا فاصل 15. طلع أيضا سهم شركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 6.25% عند 108 ريالات فاصل 80. ارتفع سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بنسبة 4.48% عند 32 ريالا فاصل 65. بينما تصدر سهم شركة اتحاد عُضيبة للاتصالات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.22% عند 58 ريالاً فاصل 80.